السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح النهاردة Somatic Symptoms and Factitious Order. يعني ايه Somatization او Somatic Symptoms؟ هو عيان بيظهر عليه أعراض جسدية بسبب مرض نفسي وما فيش أي وكل التحاليل والفحوصات بتاعته طبيعية، ما فيش أي ميديكال كونديشن تفسر الأعراض بتاعته. زي ايه مثلا؟ زي مثلا واحد جاي له وجع في ظهره، مثلا في ظهره من تحت، وعمل كل الفحوصات وكل الأشعة وكل التحاليل وكلها نورمال، ما فيش أي حاجة. أو واحد عنده عنده تقل في صدره أو ضيق نفس، أو عنده وجع في جنبه أو عنده أي حاجة، وبيعمل كل التحاليل وكل الأشعة وكلها بتطلع نورمال. الكلام ده اسمه سوماتيزيشن او سيمتوم او سوماتيك سيمتوم ديس اوردر. احنا عايزين نتكلم في الشابتر ده على كذا حاجه. اول حاجه اللي هو سوماتيك سيمتوم ديس اوردر، الكونفرجن ديس اوردر، الالنس انكزايتي ديس اوردر، السايكولوجيكال فاكتور اللي بتافكت ميديكال كونديشن، الفاكتيشال ديس اوردر، وبس دول اللي هنتكلم عليهم. دكتور ايمن كان قال ان 30% من المرضى بتوع العيادات الخارجيه في الجراحه والنساء والاطفال والبطن وكده، الاعراض اللي عندهم اصلا بسبب ميديكال كونديشن، بسبب حاجه تانية هي اللي عملت، بسبب حاجه 30% من الاعراض اللي جالهم بسبب سايكاتريك إلنس، عندهم ديبريشن، عندهم انكزايتي، عندهم اي مرض نفسي هو السبب في الاعراض الجسديه اللي ظهرت عليهم. تمام. وهنا جايب لك مثال في الكتاب. واحده اسمها توماس جاية المفروض ان هي يعني الدكتور النساء بتاعها عمل لها كذا كذا عمليه ابدومينال اكسبلوريشن عشان هي بتشتكي من وجع في بطنها وشويه اعراض كده نساء، وعمل لها عمليات كتير، ده فتح بطنها كتير عشان يلاقي اي حاجه ما لاقيش، واخر ما زي حولها لسايكاتريست، وهي ما كانتش عايزه تروح لسايكاتريست بس راحت لما هو قال لها ان هو هيجي معاها، والاعراض دي موجوده عندها من زمان، من ايام ما كانت في الكليه، والاعراض دي كانت مسبب لها ديستريس لدرجه ان هي خدت الكليه في 5 سنين ونص، والموضوع كان متعب بالنسبه لها، وهي ما بتحبش يعني مش قادره تعمل علاقه ومش قادره تعمل تبقى لها بوي فريند، عشان هي شايفه ان العلاقات يعني او العلاقه بين الراجل والست يعني العلاقه الماشي بتبقى صعبه بالنسبه لها، وشويه حاجات في الاخر كده بتبقى بينفول، يعني سيكشوال ريليشن شيب بالنسبه لها بتبقى بينفول، والمفروض ان هي في الاخر يعني اتشخصت على انها سوماتيك سيمتوم ديس اوردر. ده الكيس بس عشان نفهم السوماتيك سيمتوم ديس اوردر ده بيجيب ايه. اول حاجه السوماتيك سيمتوم ديس اوردر ده واحد جاي بعرض معين وما عندوش اي ميديكال كونديشن تفسر العرض اللي عنده، وكل تحليل طبيعيه، وهو كل اهتمامه بالعرض اللي عنده، بالسيمتومز اللي عنده، على عكس الانكزايتي اللي هناخدها بعد كده. بيروح لدكاتره كتير، بيروح لمستشفيات كتير، بيحلل، بيعمل اشعه، بيعمل كل حاجه، ما عندوش اي حاجه، كل حاجه طبيعيه، لكن هو شايف ان هو مريض او ان هو تعبان، وهو الموضوع ده بيكون بسبب سايكاتريك ديس اوردر عنده، هو اللي عامل له العرض ده. المفروض ان انت عشان تشخصه لازم يبقى عنده عرض او اكتر من الاعراض الجسديه، عنده وجع مثلا، عنده نفس مثلا، عنده بالبيتيشن مثلا، عنده اي حاجه واحد او اكتر، والعرض ده مخليه يتصرف او يفكر كتير في العرض بتاعه، بيقعد يعمل تحاليل كتير، بيلف على دكاتره كتير وهكذا، والموضوع بقاله معاه اكتر من 6 شهور. الله اكبر الله. المفروض ان الكلام ده موجود في الستات اكتر من الرجاله، ومنتشر بكثره لدرجه وصل ل7%، والريسك فاكتور بتاعه ان هو كان في لو سوشيو ايكونوميك ليفل مثلا، او مش متوظف، او الكلام ده كله. العلاج بتاعه هو كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. هو في معظم اللي احنا الامراض اللي احنا هناخدها النهارده هيبقى كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. في بعض الحاجات ممكن نستعمل معاها SSRIs، بس في المعظم يعني هو الدكتور هيقعد معاه ويتكلم معاه ويفهمه طبيعه المرض بتاعه، او يفهمه المشكله بتاعته، ويديله اللي هو العلاج، جلسات العلاج النفسي. اللي بعد كده بقى بيقول لك لما تعالج المرض اللي هو بتاع السوماتيك سيمتوم ديس اوردر ده، لازم تتعاون انت والدكتور النفسي، ما تعملش ما يعني ما تشتغلش لوحدك، هو اصلا بيلف على انت والدكتور العادي اللي هو البرايمري كير، دكتور باطنه مثلا او دكتور جرحى وكده، لان انت هو بيلف على دكاتره كتير قبل ما يجي لك، فانتوا الاثنين تعاونوا مع بعض يعني عشان تظبطوا الادويه اللي هتديها له والجرعات وهكذا.
الكونفرجنس اوردر بقى على عكس الثاني اللي هو السوماتيك سيمتومز اوردر. السوماتيك سيمتومز اوردر ده مهتم قوي بالعرض بتاعه، حاسس ان هو مريض وعايز وعمال يعمل تحليل واشعه عشان يطمن على نفسه. لكن الكونفرجنس اوردر ده مريضه بتيجي باعراض نيورولوجيكال وهي يعني مش مهتمه بالمرض بتاعها قوي، ممكن تبقى غير مبالاه او مش مهتمه. والموضوع ده بيكون يا اما النيورولوجيكال سيمتومز اللي عندها ممكن تكون سنسوري وممكن تكون موتور، زي مثلا يجي لها بلايندنس، زي باراليسيز مثلا، زي باراسيزيا وهكذا. العيانه دي مثلا يعني انت لو وقفت في استقبال مثلا ولاحظت معانا شخصيا عيانه هتجي لك الاستقبال هتقول لك مثلا اقيس الضغط، اول ما تقيس لها الضغط يا دوبك لسه هتحط الكف على ايديها عشان تقيس الضغط هتلاقيها وقعت منك، اغمى عليها، وبعد كده هتيجي تشيلها وتحطها على سرير وتيجي بدك تشوف لها السكر وتركب لها محلول، تروح عامله حركات بايديها كده كانها دخلت في سيجرز، بس دي مش سيجرز، ده حاجه فيك مخترعه بنفسها. بس العيان ده يعني الدكتور قال ان هي مش بمزاجها قوي، يعني مش هي مش بتنسل قوي، هي تعرضت لحاجه بالنسبه لها كان ستريس، يعني هي حاجه ممكن تكون مش بالنسبه لك حاجه تافهه لكن بالنسبه لها هي كانت حاجه كبيره، زي بنت مثلا ابوها كان حرمها من فستان معين هي نفسها فيه، او زي مثلا بنت عايزه تتجوز فلان وبابا مش موافق على فلان، فنتيجه لكده حصل الموضوع ده. عشان تشخصه على الاقل يبقى عندها مشكله موتور او سنسوري. المشكله اللي عندها زي الباراليسيز مثلا وزي البلايندنس وزي الباراسيزيا، والمشكله اللي عندها مش بسبب مشكله في البرين، يعني مش بسبب مشكله اورجانيك ومش بسبب ميديكال كونديشن ثانيه، وما خدتش برضو ماده معينه، والموضوع ده يبقى عامل لها امبيرمنت في السوشيال اوكيوبيشنال فانكشن اكيد، يعني ده شرط من اي من تشخيص اي مرض. والسيمبتومز عامه يعني بتبقى باراليسيز، بلايندنس، ميوتيزم، باراسيزيا، سيجرز، جلوبال سنسيشن، خدنا الجلوبال دي في الاندوكراين اللي هو بتحس، او في الجي تي اللي هو بتحس زي حاجه واقفه في زورها كده، بس بتاكل كويس يعني، بس هي حاسه زي ما يكون حاجه واقفه في زورها. بيقول لك ان الـ 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 الستات بيبقى اكتر في موضوع الكونفرجنس اوردر ده، وبتبقى موجوده اكتر في مرحله المراهقه والايرلي ادلت هود، وبيبقى عندها عرضه اكتر ان هي تخش في اكتئاب او في تخش في انكزايتي. العلاج بتاعها زي اللي فات برضو الكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي هو العلاج هنا. بس بيقول لك هو هنا الكتاب بيقول لك ان البروجنوز بتاعها بيبقى بور، يعني مش حاجه حلوه، والسيمتومز بتاعتها ممكن ترجع عليها تاني، وغالبا بترجع في تلتين الحالات. اللي بعد كده بقى الالنس انكزايتي اوردر، احنا خدنا في السيمتوم ريليتد ديس اوردر او سوماتيك سيمتوم ديس اوردر، ده مريض مهتم بسيمتوم معين، هو عنده سيمتومز هو شايف ان هو عيان قوي وعمال بيلف بيحلل ويعمل اشعه وكده عشان يعرف هو عنده ايه. لكن الالنس انكزايتي اوردر ممكن ما يكونش عنده اي سيمتومز، ممكن يكون عنده سيمتوم ضعيف بس هو متاكد او حاسس كده ان هو عنده مرض معين، عنده مثلا كانسر، عنده مثلا قلب، عنده اي ما هو شاكك في مرض معين، وعمال يعمل كل التحاليل وكل التحاليل بتطلع طبيعيه، بس هو مش مقتنع بكده، ومهما الدكاتره كلموه هو مش مقتنع بكده، هو عاوز يعني مش عايز يصدق ومصدق ان هو مريض بالمرض اللي هو عنده ده. قال لك عشان تشخصه يبقى واحد مشغول بان هو عنده سيريس إلنس، مرض خطير مثلا، وما عندوش اي سوماتيك سيمتومز، والموضوع ده مسبب له انكزايتي جامده، و زي اللي فات برضو تبقى موجوده لمده 6 شهور، والمفروض ان هو ما فيش ميديكال كونديشن عامل الموضوع ده، يعني احنا عملنا له كل التحاليل اللي هي بتشوف، يعني مثلا لو هو شاك ان هو عنده كانسر، عملنا كل اشعه وعملنا كل التيومر ماركر وعملنا كل الحاجات دي وطلع طبيعي ما عندوش اي حاجه، بس هو برده مش راضي يصدق بعد التحاليل دي كلها والاشعه دي كلها. على عكس بقى الكونفرجن والسوماتيك سيمتومز، الالنس انكزايتي ديس اوردر بيبقى ايكوالي في الرجال والستات، الاثنين زي بعض، مش بيبقى ستات اكتر، وبيبقى في السن بتاعنا اللي هم بين ال 20 وال 30، وبيبقى غالبا يعني بيبقى معاه ميجور منتال ديس اوردر برضه. العلاج